ولا ارجوك؟ ماشي ارجع. السلام عليكم. كيف غدا الامور مزيانه؟ الله يعطيكم لكم الصباح. باش شكون يبلغ؟ لا لا مجهول مجهول. ملي قربنا وحنا ما عرفناش ختنا ولا ماشي ختنا امي. وعندي احساس خصك. بلاش يا والاحساس على امك قربنا خويا قربنا. وعندي الاحساس على امك يكذبش. صافي يا امي. واه وليدي. صافي واه وليدي. حرس امي. سير اخويا ورد الله يرحم لك الوالدين. واش الله ياخذ الحق. والدي سيد بنتي هاد الشيء الله ياخذ الحق. وياك. واه وليدي فينا وليدي فينا. يمكن راهم راهم صبروا اخويا صبروا صبروا لا يدير تاويل ديال الخير. لا حول ولا قوة الا بالله. شو مسلك الله مش حد يشوف كاينش الشر. نشوف نشوف ما نروحش. العشية دوز عند الكوميسير يجيب لك لاكارت نصيحة. مرحبا صافي مرحبا. ولا لا ولا شي واحد فيكم يقبب ليها حتى نجي داكوغ. انا جايه دابا غنقبل الطاكسي دابا. يلا طاكسي. السلام عليكم. عافاك الله يخليك كلينيك غاندي. مابقاش عاجبني ليه. شوف السي العلاوي الله يرضي عليك الميله في كل يوم. انا هادشي كندوي عليه من شحال هادي. انا هادشي مابقاش عاجبني. ويا سيدي هادشي مابقاش عاجبني كما قلت لك اخويا. ما قاديش على الخدمه ما تخدموش نهار الاول. ها شنو شوف 24 ساعه يكون عندي الميل مرضي. يلا السلام عليكم. مالك اخويا معصب حالتك حاله. خلعتيني من الكوزينه اش واقع؟ مالك تبقى ديما بحال هكا ديما العصب العصب اش واقع اش كاين؟ طبيعه الحال فاطمه الجزار ديما غتلقاني كنغوج وغنبقى نغوج حتى هادشي كثر. هاد الدخونه اللي كيقتلوا الدريات هذا ما فهمتش انا كيقتلوا الدريات في نفس البلاصه ديما. اش واش شنو؟ واش اخر جريمه تقتل قينه؟ شكون هي؟ واش عارفي؟ صاحبتك. شكون صاحبتي؟ شحال عندك من صاحب؟ اش من صاحبتي؟ انا عندي صاحبتي غير وحده. ما تقولش لي هي ابتسام. هي ابتسام. متاكد؟ متاكد مليون في المية. شتي شي كثر. فهمت وما عرفتش. فين ديتو هذا؟ تينا الله مور فين غادي تشوف.
قد ما بقاش هاد المجرم نجيبو باش ما بقى يا صحي خا بلاتي نقول لك صافي بقيت ترعدي لي صافي السيده ماتت الله يرحمها دابا انا برزت مع المجرم نشدو غير بالك مابقاش برزت عليها راسي نوضي جيبي لي شي حاجه نشرب واش ما نتمشى وانت نوضي جيبي لي شي حاجه نشربها صاحبتك انا نرد لك فين؟ ماشي عند خالتي. سير لحد راسك. واخا. تعطليش. مغاديش نتعطى. حول الله خوتي لا بالله. شي نهار سنة دنيا ختي ماشي. الله يقول تنجيو. عاشو واعر دابا هاد الدرجة و عاشو. يلا بكي دابا والله الا شفتك ما تردهاش باش ما نخفي راه ماشي كارطه شي كارطه غادي تكون شي فابور دابا غنخفي ماشي احنا خويا الله يحفظك راه مكحلين اش شوف الدريه دابا هانتشوف ما بقاش تقطع دابا هانتشوف العصاب شي عصبوك هاد هادو اللي طالعين هادو وبنت الحرام تيطير راسها فين العصابه عشان شوف الله يتاسلك في المغرب هذا ما كنحبوش وانت حنوش حنا كاع المغاربه تردي اش ما كنحملوش سيري دريه تبنت الحرام اصاحبي شوف ديرها كامله هاد السيد ضرب مع زرقه دور دور ما ديرها غطلع على جوج واش يعطيك لاكارت جاي عندك انا نعطيوك لاكارت انا خويا الله ينصرك باي سهل عليك يا رفاه الصولد في ناضي الله ينصرك صافي خويا ديك الن
مرت دابا تولدوا ما تعرف بحقهم، دابا تولدوا ما تعرف بحقهم. وبنتي وبنتي شكون وفات الزهرة وميلا وميلا وبنتي اختك مشات واختك مشات وفات الزهرة واختك مشات وفات الزهرة وبنتي وبقى يجي عندي يشفك ريحتها وبقى يجي عندي يشفك ريحتها بنتي ومينا احنا محروقين وجايين عندنا نشوف شي في كيفاش ماتت اختك. حنا عارفين كيفاش ماتت اختي. البوليس وما عارفينش اختي دات سرها معاها. ما جاوش يعزيو بلي واسيو كيفاش ماتت اختك؟ فين كانت؟ بحال احنا كنعلمو الغيب، حنا عارفين غتموت. سبحان الله على اسئلة عندهم تشوف شي في هذا. الا معيطين لك نجيو عندكم للدار، تجيو تعزيونا زعما. اودي الله يصوب صافي كي. اه بنتي. غا كيتبنتي.
واكيت بنتي دابا كيتكيش بنتي امي منك تندوى معانا ولا لا كنت حرام عليك والله حتى حرام عليك تهضر عليك تقول واش ما عندكش القلب ما كتحسش القلب عندي القلب وانا كانت اختك شوف القاتل وانو تقلب على اللي قتل اختك ومينا كنواعدك ومينا كنواعدك انا كنواعدك غادي نهضر مع خويا ربي الله العالمين الله يا ربي تبين العلامه يا ربي تبين لي حق بنتي يا ربي يا ربي تبين حق بنتي يا ربي راه درويشه يا بنتي راه داخله سوق راسها يا ربي يا سيدي ربي يا ربي يا ربي مالك بنتي مالك بنتي وما تفوتينيش يا بنتي وما تفوتينيش يا بنتي وابنتي ابنتي السلام عليكم. وعليكم السلام. شو رسل المساء بخير؟ الحمد لله بخير. معك الوردي. وين الوردي؟ صافا تخونكي الله يحفظك ليا الله يكبر بيك. الحمد لله. بغيت نسولك وصلني الملف اليوم ديال الجوتة اللي وصلتكم لامور ياك؟ وي. هذه رابع حالة كتشخصيها لينا ياك؟ ياه هذه رابع حالة اللي كتوصلوا بها. بغيت نسولك الله يرضي عليك. كيبان ليا هاد القاتل اللي كيقتل هاد الناس هادو ولا هاد الدريات هادو يعني كيقتلهم بنفس الطريقه هادشي اللي بان لي ماشي ولكن مع الاسف ما يعني ما كتبان لي حتى شي حاجه يعني الجوتا كيف الاولى كيف الثاني كيف الثالثه كيف الرابعه ما عندهم حتى شي اثر ما كاين حتى شي حاجه من غير الجوتا الاخرى اللي عندها شي خديشات في عينيها يعني هادوك الخديشات بشي اله حاده ولا شي يكون كيقتل بشي اله ياك الله يرضي عليك شوفي بغيتك ديري خدمتك الله يرضي عليك الله يرحم لك الوالدين حنا شيبنا هاد السيده لا مابقيناش عارفين حتى حاجه كون هاني انت اللي هذا واجب علينا وهذه هي الخدمه ديالنا كون هاني الله يرضي عليك وباش ما كان اتصلي بيا ان شاء الله شكرا يلا لعنك لقيتي شي حاجه وحنا خدامين خدامين غير برا راك خاصك دير شي حاجه واش غندير انا الله وصلني الملف ديال السيده واش بقى واحد مورا واحد واحد مورا واحد انا صاحبتي بغيت نعرف شكون اللي قتلها دابا بغيت نعرف شنو بغيتي شي يعيطوا لك يقول لك اجي اختك حتى هي ميته فاطمه زهراء انا كون كانت في يديا كنا شديتو اليوم قبل غدا ولكن راه ماشي بيديا كي غندير نطير انا راه معايا الناس خدامين وانا سولت الطبيبه دابا قالت لي ما كاين والو نطير شنو ندير الطبيبه ما عرفت دير والو الطبيبه ما لقات حتى شي حل وانت بوليسي قال شاد بلاصتك شاد ورقه وسينو خاصك تخرج خرج برا قلب على شي حاجه وانا ما كاش صاحبتي ماتت غدا نموت انا ولاد بلا مشطرش ولاد بلا مشطرش بردي اكل كان بيدي كنا دابا شنو ندير انا كنا طرت باش نشدو انا نمشي يبني لين انت عندك صاحبتك كنرى الكونونيره كيبقى حاضرين هنا سير جيب لي ناس سير جيب هادي انا كرهت فيه بقى حاضر كولوني تيقولوا لك اختك ماتت برال اختي انا اخوك انا اخوك وعاد صاحبتك عزيزه لك وصافي اختي صافي الله يرضي عليك نلقى لك ان شاء الله الحال صافي الله يرضي عليك الله يرحم لك الوالد صافي نوضي بدل عليك شوف حالتك شو ديال واش ندير انا شبش انا والو